دقائق الشوط الثالث بدأت ومعها عدد جديد. اليوم نستحضر فيه آخر أخبار كرة القدم الجزائرية. سنتوقف عند تداعيات الجولة 34 من المحترف الأول. سنتحدث أيضا عن آخر أخبار المكتبية الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم. وسنتحدث أيضا عن مشوار فريق يحتل الصدارة لحد الساعة، فريق شباب بلوزداد المتألق في آخر الجولات بعدما تفرغ من عبء وثقل رابطة الأبطال الإفريقية. سنتحدث مع خبرائنا ومحللينا، والبداية من لاعب الدولية الأسبق والنجم الأسبق أيضا فريق اتحاد الجزائر ومحلل الشوط الثالث طارغول. مساء الخير. مساء الخير أخ محمد، مساء الخير سادة المشاهدين، ومساء الخير بالنسبة للضيف. طبعا بالنسبة لي التحكيم خبيرنا خبير التلفزيون الجزائري عبر قنواته محمد زكريني، مساء الخير ومساء الحالات التحكيمية. مساء الخير محمد تارق، ضيفنا الكريم، جمهورنا الرياضي الكريم، وتتبعي قنوات التلفزيون الجزائري، السلام عليكم. طبعا بالنسبة للضيف هو إطار في العقد الرابع من العمر، عمل بأكبر الأندية العربية، عمل بتونس في صفاقسية التونسي، في المغرب بالوداد المغربي، وأيضا بالهلال السوداني، وهو اليوم إطار فني مدرب مساعد بالنسبة لفريق شباب بلوزداد. يتعلق الأمر بكريم سباعي من الشقيقة تونس الخضراء، مرحبا بك. وبيك خويا محمد عايشك، شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله قدموا الإضافة للسادة المشاهدين إن شاء الله بإذن الله تعالى. طبعا الحدث كان بالأمس مباراة انتظرها جمهور شباب بلوزداد وجمهور شبيبة القبائل. المباراة كانت كبيرة ومثيرة، غاب عنها الاندفاع والبدنية الذي تعودنا عليه في مثل هذه المباريات، لكن في النهاية حضرت النتيجة والنقاط الثلاثة، وحضر معها عن المباراة المؤجلة للجولة 22 حضر معها الزميل بلال بوزيدي في هذه القراءة الخاصة. تعددت الألوان وتباينت الأهداف، ولكل منهما طموحات وغايات. على ملعب 20 أوت بالعاصمة نزل الزعيم ضيفا ثقيلا ومثقلا بتحقيق 3 نقاط تحمل صوب فرق المقدمة. أما الشباب فصوبت نحوه الأعين من كل مكان، ولا بديل له غير الثامنة، وتحقيق ذلك يمر عبر الإطاحة بالشبيبة. كما شفتوا الفارق كان تقريبا كبير بيننا وبين وفاق الصيف، الحمد لله رجعنا بقوة، شفنا بلي هذه الفرصة اللي راح تخلينا نصوفي ولا سيزون تاعنا. احنا كيما يقول لك لاعبين فرحنا وين داروا لنا هذا الماتش توكا باش نعمقوا الفارق. احنا قلنا اليوم نضمنوا لي 3 بوا هادو باش نعمقوا الفارق، ومع على الاقل كيما يقول لك لي ماتش جاي ان شاء الله نعرفوا كيفاش نسيروهم. مسيرة موسم الكورونا لم تمنع ولم تقف عائقا لبروز الأمير على أراضي الجمهورية، فصنع لذاته مجدا سيخلده أنصار الشباب لسنوات، فأبدع ومرر وسجل، فاهتزت له شوارع محمد بلوزداد. الأمل بدأ يبرز أكثر ماسحا الضباب عن رؤية كان يراها العاشقون للحمراء مشهدا غير واضح. نصف المشهد اكتمل مع صافرة الحكم أبرير معلنا نهاية مرحلة كان فيها الشباب فائزا بهدفين لواحد. مشوار تاع بطولي فوق الميدان، مش بشيء اخرى،
حققنا نتائج ايجابيه وكبيره ضد فرق كبيره اللي كانت تلعب على على البطوله. الشوط الاول كنا نقولوا بليكتيميد ما دخلناش، وين الهدف كان استحواذ على الكره كانت برق شباب الكور. فترة الراحة واسترجاع الأنفاس على أمل قراءة سديدة للمدربين تغير من مجريات المباراة. مرحلة ثانية حضرت فيها الفرص وغابت الأهداف. الشباب لتأمين وتحصين النقاط الثلاث، والكناري حاول بسط جناحه على الملعب أملا في الوصول لشباك الشباب وتقاسم النقاط في أسوأ الأحوال. ملامح البطل وبوادره تجلت من خلال الفرص العديدة التي ضيعها أمام صلابة حارس الشبيبة بنبوط، مانعا حصيلة كادت أن تكون ثقيلة وغير بعيدة عن نتيجة مباراة الذهاب. الوقت البدل الضائع رفع وزولان مالينوفيتش يتوجس، الأمير يغادر حاملا معه عرش هداف البطولة في انتظار التتويج الذي يبدو غير بعيد. الحكم أبرير ينهي القمة بتفوق أصحاب الدار بالنتيجة والأداء، واللاعبون يطلقون العنان لفرحة نصفها الثاني سيكتمل حينما يصبح الفارق مريحا يوم 10 أوت. طبعا شباب بلوزداد بعد التتويج في الموسم الفارق في موسم كورونا، لا تزال كورونا لحد الساعة، ومع ذلك عاد الشباب ليكون متصدرا لحد الساعة أيضا. طبعا طارق، بالنسبة للشباب الفوز رقم 19 أكثر فريق فاز لحد الساعة، الانهزام التاسع لشبيبات القبائل في مباراة حضرت فيها الأهداف، حضرت فيها النسوج الكروية، الصراع التكتيكي الفني، حضرت فيها الهدف الرابع بالنسبة لنساخ، والهدف رقم 17 بالنسبة لسعيود، مقابل تلقي أو تواصل تلقي شبيبة القبائل للأهداف من كرات ثابتة في هذه المباراة. ما هي ربما الفوارق أو الجزئية التي صنعت الفارق لصالح شباب بلوزداد؟ والله شيء الملاحظ في مباراة الأمس، يعني نقدر نقولوا عندنا مدة ما شفناش من ناحية تكتيكية عفوا. بالنسبة لمباريات البطولة، في المباراة أمس التغييرات بالنسبة لشباب بلوزداد هي اللي صنعت الفارق. شبيبة القبائل لعب بطريقة نفسها، يعني منذ بداية المباراة 4-5-1، اعتمد على لعب واحد. الغيابات اللي كان خاصة بالنسبة لبن شريفة لشبيبة القبائل قلنا عدة مرات يعتمد على الجهة اليسرى، كان غايب، يعني القوة شبيبة القبائل ما كانتش حاضرة. من جهة أخرى شباب بلوزداد التغييرات 4-1-4-1، وبعض الأحيان يلعب بطريقة 4-2-3-1. مرونة تكتيكية أنا نظن هاد الناس صنعت الفارق. لاعب ميريزاك اللي قام بدوره في الاسترجاع واحدة، ثانيا في تقديم الكرات ما بين الخطوط. لو تلاحظ الهدف الثاني استرجع الكرة، قدر انه يمرر الكرة في يعني في مساحة بين لاعبين شبيبة القبائل، هي اللي صنعت الفارق. كانت يعني مرر الكرة اللاعب سالمي عطاها لسعيود، سعيود نعرفوه بالمردود يعني الفردي قدر يصنع الفارق. في الشوط الثاني نقدر نقول انه شباب بلوزداد سير المباراه، يعني سيرها بطريقته. شبيبه القبائل بالمباريات كاس افريقيا الان ظهر عليه نوعا ما التعب، شفنا اللاعب بن بلعي اللاعب لا في الوسط وسط ميدان، رقم ستة بن عبدي. اللاعب بن عبدي نوعا ما من الناحية البدنية نقدر نقول أنه ما يقدرش يشد 90 دقيقة، لأنه لعب عدة مباريات سواء بطولة كأس رابطة. أمر منطقي بالنسبة للشبيبة، أمر منطقي جدا، لأنه الشبيبة لعبت أكثر مباريات رغم أنه في البطولة لا تزال لديها ثلاث، لعبت أكثر مباريات كأس الرابطة. لا، المدرب لافان ما داش تغييرات كثيرة في المباراة، يعني احتفظ بمجموعة تدوير التعداد وغياب اللاعب هارون. اللاعب هارون اللي كان كل مرة يعني هو يدير الفارق، غيابه أمس يعني كان مؤثر بالنسبة لشبيبة القبائل اللي كانت فيه نوعا ما في أريحية بالنسبة لشباب بلوزداد من ناحية الدفاعية. غياب أيضا تقريبا حمرون، قلت لك غياب جماعي بالنسبة لهجوم شبيبة أيضا. اللاعب لذلك شفنا بعض اللاعبين، شفنا بوعاليه مثلا. بوعاليه لا موهبة صاعدة تعودنا عليه لما يدخل كاحتياطي، ولكن أمس نوعا تخص التجربة لما تشوف المدافع خالي ولا مدافع نساخ، يعني كل مرة كانوا يتداولوا عليه
ولهذا 90 دقيقة كانت ناقصة. أيضا غياب محور فريق شباب بلوزداد. مع ذلك دعني أسأل كريم سباعي تصريح أمير سعيود، قال عدنا رقم الفارق الكبير الذي كان بيننا وبين فريق وفاق سطيف، ما هو السر أولا في العودة؟ ما هي ربما توابل عودة فريق شباب بلوزداد من بعيد بعد التخلص من عبء رابط الأبطال الإفريقي؟ صحيح عودة من بعيد، خاصة بعد ما خرجنا من رابط الأبطال الإفريقي، يعني بقى خيار واحد أن نمشي أبعد ما يمكن في البطولة لإحراز اللقب. كنت أغلب التركيز كان على الجانب النفسي وجانب يعني تغليب روح المجموعة يعني في وسط الجروب، حاولنا نركزوا أكثر على الانسجام بين اللاعبين. بخلاف هذا الجانب التكتيكي من تحضير المنافسين، يعني كل منافس ونقاط القوة نتاعو، كل منافس ما تقدرش تلعب بكل منافس بنفس الطريقة. يعني بور نوتراليزي لي زادفيرسير لازمك تعرف لي بوان فور نتاعهم ولي بوان فابل نتاعهم باش تقدر معناتها توصل وتسجل أهداف وتثبت ثلاثة نقاط. ركزنا على الجانب التكتيكي، الحقيقة لقينا معناتها تجاوب كبير من اللاعبين. خذينا شويه وقت، لو تلاحظوا اغلب شويه بعد رابطه الابطال الافريقيه المباريات الاثنين الاولانيين مازالت شويه الحاله النفسيه معناتها ما تقبلوش اللاعبين، مازالوا ما تقبلوش نفسيا الخروج من رابطه الابطال الافريقيه. في نفس الوقت قاعدين نخدموا على الجانب التكتيكي، وبدات تجي الانسجام بيننا وبينهم وبداوا يفهموا شنو هو المطلوب منهم على الملعب. الحقيقه كيف كيف ثم لاعبين معناتها اللي عندهم مخزون فردي فني كبير ياسر، هذا اللي يعاونوك في معناتها في التطبيق نتاع الخطط التكتيكيه على الملعب. من بعد كما قلت لك قعدنا نحضروا اكثر، نقول لهم معناتها نمشيو دوسمون مي سيرمون، نفكروا ماتش بماتش سورتو احنا من الاول ممكن خدمتنا زاد المشاركه في رابطه الافريقيه، خاطر كانت عندنا كثير مباريات متاخره اللي كان عندنا هدف انه لو نفوزوا بهم نقربوا نوليو قراب ياسر للمنافسه. كيف كيف ركزنا عليهم كي خذينا مبارياتنا الكل قربنا لسطيف، من بعد معناتها خذينا استغلينا معناتها اللي فوبا نتاع سطيف وما عملوا الفوبا، جبنا مباريات زاده من برا، هذا اللي هذه اصعب حاجه، المباريات اللي خارج ملعبنا هي اللي خلتنا راه نقدموا اكثر من مباريات اخرى. هنا عندي سؤالين، السؤال الاول اولا هل يمكن اعتبار مباراه شباب بلوزداد بملعب وفاق سطيف مباراه العوده او خروج من هذه المرحله اولا؟ ثانيا كيف تمكنتم من ادخال كل هذا في اذهان اللاعبين، خاصه ان اللاعبين كانوا تعبانين من الناحيه النفسيه؟ ثانيا معروف انه اللاعب الجزائري او خليني نقول لك اللاعب في شمال افريقيا ذهنيا متعب جدا وضعيف جدا في هذا الجانب. لا اللي ركزنا عليه كما قلت لك التحفيز، تعرف مع التعب الانسان ما لازمك تخدم الوقت على الجانب الذهني، لازمك تحفزه. نعم. والتحفيز ما فماش احسن من التحفيز، انك عندك قدامك هدف نتاع دوري للسنه الثانيه متتاليه، ما فماش احسن من هذا هدف باش تحفز اللاعب. وباش توصل لهذا يلزم شويه تضحيات من الجانب البدني، يلزم زاده كيف كيف انضباط تكتيكي كبير في المباريات، خاطر باش تلقى مباريات مختلفه يلزم تكون هنا اللي نحكيوا عليها بكري ويحكي عليها المرونه التكتيكيه. لا. هنا يلزمك تعرف كيفاش تلعب ضد فرق تجيك تلعب لك 10 في الدفاع، وضد فرق اللي باش تلعب لك لاعب معناتها جو اوفير لاعب مفتوح. لا. دونك حتى الديفلوبمون دو جو سا ديفير، فما فرق، ما تقدرش تصنع اللعب مع هذا وهذا نفس الشيء. هنا بدينا ندخلوا كيما قلت لك في الانسجام التكتيكي بينه وبين اللاعبين، كي ولا فما الانضباط في الملعب جات النتائج. والحب الحيهم لاكثر اللاعبين خاصه على سخال مردود، خاطر مردود راهو بدني في 48 كل 48 ساعه تلعب مباراه، حاجه صعيبه صعيبه صعيبه. طيب بالنسبه للتحكيم في هذه المباراه ما فيش حاله تحكيميه، كنت تحدثت بالامس عن الحاله التحكيميه. نعم. مع ذلك كانت عندك ملاحظه مهمه جدا هي غياب الثنائيات قويه في هذه المباراه، لونجاجمون او الاندفاع البدني الكبير، شفنا بعض الصور اللي فيها لونجاجمون. لا انا ما قلتش مباراه ماهيش مباراه على شباب بلوزداد شباب القبائل. انا نقول لك لو كان الملعب مملوء بالجماهير كنت تشوف مباراه اخرى. يعني بكل صراحه ما كانش مباراه على شباب بلوزداد شباب القبائل الاندفاع البدني الكبير. شفنا مباراه كانت جميله، فيه لعب جميل، في يعني شفنا صراعات ثنائيه، صراعات ثنائيه، شفنا الصباط. لا ما كانش لعب خشن، لا الصباط ما كانش دار، ما كانش كامل الصباط، كان الاندفاع بدون خشونه، بدون خشونه يعني بكل صراحه. ولو كان الجماهير وكانت تكون مباراه اخرى، يعني بكل صراحه كره القدم بدون جماهير كالطعام بدون ملح، هذه مفروغ منها. في المباراه كانوا ثلاث حالات تحكيميه وين يعني شفناهم لا حبوا يعاودوا، تكلمت عليهم بالامس البارح يعني ما ولم تكن مؤثره في النهايه. لا هذا الامر يعني بكل صراحه هذا الامر المهم، ابريد سير المباراه، حتى فريق شبيبه القبائل بعد نهايه المباراه هنأ فريق شباب بلوزداد. مع العلم اخر فوز بالنسبه لفريق شبيبه القبائل بملعب 20 اوت كان بهدف
برقيقة حميد برقيقة في موسم 2004-2005 لحساب البطولة. نذهب مباشرة إلى قرار المكتب الفيدرالي الأخير بإضافة بعض التعديلات على مستقبل الرابطة المحترفة لكرة القدم من أجل إجراء المباراة المتأخرة لبعض الفرق قصد تساوي الفرص قبل تاريخ 10 من أوت لتحديد الفرق الجزائرية التي ستشارك في الاستحقاقات الإفريقية مع تأجيل الجولة 35 التي كانت مقررة يوم 3 من أوت إلى ما بعد تسوية المباراة أو المباريات المتأخرة أي بتاريخ 9 من الشهر الجاري، وسيتم احتساب المعامل مرة أخرى من أجل تحديد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى. هنا قراءة أولية بالنسبة لي القرار، بعض الفرق يمس بعض الفرق التي تلعب أو تلعب الأدوار الأولى ويضع أيضا فرقا أخرى في عطلة مسبقة. ما مدى تأثير هذا القرار على مستقبل بعض الفرق في البقاء، ولو أن الأمر يتعلق تقريبا بست فرق إلى سبعة بالنسبة يعني اللي ضمنت البقاء تاعها؟ نعم. فرق أخرى أنا بالنسبة لي راح تلعب بالمصير تاعها، ولكن نلحقوا في جول في بعض الجولات فرق تكون يعني خلاص ضمنت البقاء تاعها. هنا الإشكال كأنه القرار هذا أو يعني البروغراماسيون برمجة المباريات راح تفيد فرق، ومن جهة أخرى راح توضع فرق أخرى في 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 كما نقولوا احنا توضعها بين قوسين. ولهذا أنا بالنسبة لي كان من فروض على سبيل المثال نتحدث مثلا عن فريق وداد تلمسان الذي سيلعب مباراة متأخرة بملعب تيزي وزو أمام شبيبة القبائل قبل خوض المباريات الحاسمة بالنسبة للبقاء. أنا نشوف يعني وداد تلمسان جمعية شلف ونصر حسين داي هذه الفرق اللي راح تعاني كثير، يعني راح تكون فيه مباريات لو المباريات المتبقيه مثلا تكون مباشره نقدروا نتقبلوها، لانه لو ما تفوز امام فريق اللي فايتك بنقطه او انت سابقه بنقطه باش تزيد يعني تصنع الفارق ما نقولكش تستهل، ولكن مصيرك كان بيدك، ولكن ستلعب مباراه وتنتظر المباراه الثانيه ايضا في كل جوله تقريبا اخرى، وفيه فرق اخرى اللي كما قلت انت خلاص يعني ضمنت البقاء تاعها بالنسبه لبرمجه الجولات. خليني أسألك بطريقه اخرى، المسؤولين يقدر يقول لك انا ما نلعبش بالفريق الاول، نلعب بالفريق الشاب ونحضر للموسم الجاي. وش راح تقول هنا؟ كيف يمكن ان نضمن النزاهه؟ كيف يمكن أن نضمن تكافؤ الفرص بالنسبة لكل الفرق؟ لأنه فيه 7 فرق. أعطيك الفرق: في سريع غليزة، نجم مقرى، اتحاد بالسكرة، أمل عين مليلة، وداد تلمسان، أولمبي شلف، ونصر حسين داي، وحتى فريق اتحاد بالعباس. يعني فيه 8 فرق. للأسف ما راح تكون فيها نزاهة محمد، نقدر نقولها. لماذا؟ على أي أساس؟ على أي أساس؟ نعم. لأنه الفريق اللي يكون ضامن البقاء تاعه، ونعطيك الآن تصريحات اللي راح تكون من بعد، أنه راح يحضر الموسم المقبل. ولكن يعني لو تبدا في لو تبدا في الجوله المقبله نتقبلوها من اي فريق، ولكن راح نلاحظوا انه فيه بعض المباريات يتم اقحام اللاعبين الاساسيين، وفيه بعض المباريات راح يتم اقحام لاعبين الرديف، ويقول لك راني نحضر في الموسم المقبل. انت واش راح تقول له؟ لا ماكش تحضر. يقول لك راني نحضر الموسم المقبل، المباراه هذه نلعب بفريق شاب. ذكريني كيف يمكن ان نضمن تأطيرا، خليني أقول لك تأطيرا قانونيا، هل يمكن أن نرغم مثلا بعض الفرق؟ ما تعتقدش أن القرار غير كافي، غير لم يدرس كل النواحي؟ لأنه في النهاية في بعض الفرق التي أمر منطقي تلعب بالرديف، ستكون في عطلة، كل هذه الأمور من شأنها أن تؤثر على مستقبل بعض الفرق. نعطيك مثلا وداد تلمسان، مادام تحدثنا كمثال وداد تلمسان، سيلعب أمام شبيبة القبائل، ثم نجم مقرى، ثم سيلعب أمام شبيبة الثورة التي تلعب على اللقب، ثم فريق نصر حسين داي، واخر مباراه امام وفاق صيف الذي يلعب على اللقب او المرتبه الثانيه ايضا. شوف الاتحاد الجزائري ولا الرابطه الوطنيه طاحوا امام امر واقع، لا بد عليهم من وجود حل لمعضله كبيره، ولكن المعضله انا متاكد وشاطر رايي طرغول، لانه هو لعب سنوات وسنوات ارضيه في الميدان، وانا حكمت سنوات وسنوات، لن تكون هناك نزاهة 100%. كان بعض الفرق، أنا نعطيك مباريات ستكون نارية لأنها مباشرة بيناتهم مباشرة. بالمثال اتحاد بسكرة شلف، اتحاد بسكرة عين مليلة، النهد تلمسان، هذه المباريات مباشرة بيناتهم. ولكن فيه بعض الفرق 6 فرق أو 7 فرق راها في عطلة، نكونوا واضحين، ما عدا 3 فرق الأولى
وفاق الصيف شباب بلوزدان شبيبة الثورة اللي يلعبوا على اللقب. الفرق الأخرى راها بعيدة شوية على اللقب، يعني ما هيش راح من حقه كما قال يجيب فريق رديف مع فريق يلعب المانتيا. اسمح لي سي زكريني، ماشي من حقه، لا حجة بالنسبة ليه أنه يلعب فريق رديف، ولكن من ناحية النزاهة ماشي من حقه. اسمح لي مش حبيت نهضر لك، قلت انت بعظمه لسانك، قلت يقول لك انني نحضر للموسم القادم، هذه الحجه اللي احتكم، يقول لك انني نحضر للموسم القادم. ذكرني هناك نقطه مهمه جدا، اعتقد انها كانت منذ ثلاثه مواسم، كان المكتب الفيدرالي يرغم الفرق على اشراك عدد معين من اللاعبين الذين لعبوا في مرحله الذهاب، هذه واحده. ثانيا، لجنه النزاهه قدمت طلب شهر ماي للمكتب الفيدرالي من اجل مراسلة الفرق وإرغامها على اللعب بنفس التشكيلة التي لعبت في مرحلة الذهاب من أجل نهاية الموسم، لكن في نفس الوقت كان في ضغط تاع الكاف، كل هذه المعايير ألا تجعل نهاية البطولة غير عادلة لبعض الفرق على حساب أخر؟ بطبيعة أنا نعطيك نروح لك إلى أبعد من ذلك، الفيفا أو الكاف دايرين في بعض المباريات يديروا لك مراقبين، حتى الحكم له الحق أن يتدخل، بصح كيفاش يتدخل باللي مباراة يعني جرات في إطار قانونها ولا حاجة، ما يقدرش، خاصة احنا هنا في الجزائر، يروح يشوف المباراة باللي أي جرات كونفينابلومون ولا لا، ما يقدرش يدير، علاش؟ كما قلت أنت احنا علاه في القانون في الجزائر، في القانون تاع الفيفا تلعب سبع لاعبين، احنا في الجزائر لابد أن تدخل إلى بداية المباراة ب 11 لاعب، علاه؟ لأن صابوا فيه ترافيك دي جوار تجاوزات باش اللاعب يمدوا الماتش يطيحوا، بقاو بسبعه بقاو بالاخر، يقولوا لا لا دوك، يقولوا باه تبدا المباراه لازم تبدا ب 11، وهي الفيفا البول يقول لك بسبعه تلعب الماتش. طيب الاجابه اليك ولا الطارق في نفس الوقت، المكتب الفيدرالي طالب بلعب نهائي كاس الرابطه قبل تاريخ العاشر من اوت، في نفس الوقت الرابطة المحترفة لكرة القدم حددت أو أخرت الجولة إلى 9 أوت، يعني في كل الحالات فيه خلل هنا، الأمر يستدعي تدخل آخر. طبيعة الحال، وهذا من حقها المكتب الفيدرالي. ومن سيمثل الجزائر في المرتبة الرابعة؟ أو بالنسبة للمشاركة للكاف فعلا. هنا أنا نشاطر الرأي أنه المكتب الفيدرالي يتدخل وتكون فيه يكون فيه قرار بالنسبه لهذا التاريخ. ماشي احنا صحيح الفيدراليه عطات فوضت الرابطه انها تقوم هي، ولكن لما تكون يعني البرمجه ما تكونش في محلها او ما تكونش يعني مدروسه احسن درس، من حقها انها تدخل، لانه احنا الان انا نتكلموا بالنسبه للبرمجه اللي قامت بها الرابطه، ولكن لهذه البرمجة لما كانتش مليحة وما كانتش تساعد الفرق، من المفروض أنه تتدخل الفيدرالية. طيب كيف يمكن أن تتدخل مدام أنه شبيبة القبائل ستلعب أمام اتحاد الجزائر يوم 3 أوت، ثم بعدها أمام وداد تلمسان يوم 6 أوت؟ الأمر هنا يعني خروج شبيبة القبائل من السباق، ما يعني أن الفريق سيكون في عطلة، هذا نموذج شبيبة القبائل ما من شأنها أن يؤثر على البقية. لا، نفس السيناريو بالنسبة لشبيبة القبائل والفرق الأخرى، ولكن الآن تدخل الفيدرالية اتحاد الجزائر أيضا اتحاد أكثر بالنسبة للفيدرالية هو شيء أنها تغير القرار اللي خداته منذ أيام، تغير أنه تكون فيه برمجة بالنسبة للرابطة لتحديد المشارك بالنسبه للكاف. لازم، لانه يعني انا بالنسبه للتواريخ اللي مدتها اختيار صاحب المرتبه الرابعه محمد، حاجه بسيطه، التواريخ الموجوده الان تخلينا انه بما انه فيه تغيير بالنسبه للتاريخ، تخلينا ما نعرفوش شكون راح يكون مشارك بالنسبه للرابطه، شكون اللي راح يشارك بالنسبه للكاف. نستناو بعد العاشر، ومن بعد العشر واش القرار اللي ناخذوه باش نمدوه للكاف. ولهذا الان بما انه رانا 31 ناخذوا قرار اخر، وماشي انا ما نش نتكلموا بالنسبه من الناحيه الدينيه، ولا انا نتكلموا بالنسبه للكره. نقدروا نغيروا بين يعني بين ليله، نقدروا ناخذوا قرار اخر لصالح المسار المتبقي. نفس المكتب الفيدرالي اسس لكاس الرابطه او المكتب الفيدرالي السابق، استمرت الحكاية مع المكتب الفيدرالي الجديد على أساس أنه الفائز بكأس الرابطة هو الذي يمثل الجزائر في نلغيو في نقدروا يعني مثلا نلغيو هذا القرار تاع بالنسبة للمشاركة، لكن من حق شبيبة القبائل أو نجم مقرى مثلا
ان تشارك افريقيا. يقول لك انا ما دام لعبت المنافسه ما تقدرش تلغي، انا لعبت هذه المنافسه، ولكن انا لعبت المنافسه نشارك المنافسه. لا لعبت المنافسه ولكن ما حش تلعب النهائي، البرمجه تاع النهائي ما نقدرش نوجدها. المباريات المتاخره بالنسبه لشبيبه القبائل اللي راح توضح يا هل ترى شبيبه القبائل يقدر يشارك او لا. انا هذا رايي. عاودنا ولينا نقطه البدايه وهي اننا امام مشكل كبير يجب ان يحل. ولهذا تدخل الفيدراليه من حقها ان تتدخل. نعم. قرار اتخذ ما كانش في صالح يعني المشوار او البرمجه البطوله تدخل الفيدراليه وتاخذ قرارات اخرى. نعم. طيب بالنسبه لبقيه القرارات بالنسبه لمحمد، محمد حبيت نسخسينا حاجه برك. مصر البطوله تاعها تخلص يوم 25 اوت. نعم. كيفاش داروا؟ لا انا الاجابه انا هذه اللي حبيت نفهمه. هل يدفعوا هما تان قبل 10 ولا لا؟ هذه اللي حبيت نفهم انا. هي تاريخ العشر مع امكانيه التمديد حتى ال 15 حتى ال 15 يعني نزيدوا نضيفوا لنا جوله اخرى. نقدروا نضيفوا جوله واحده برك. مش حبيت انا ولكن جوله تقدر تعطي لك الفاصل للفرق المشاركه. لو تكون ال 15 راح تكون اسهل بالنسبه للمباريات، معناتها شبيبه القبائل يلعب كل مبارياته المتاخره وتكون عندنا جوله او جولتين نضيفوها ويتم تحديد المشاركين بالنسبه للمباريات الافريقيه. ذكرني مشكله كبيره والله بكل صراحه، يعني مشكله كبيره. هل من حلول؟ والله انا نتحدث عن مشاكل لكن الحل لازم تلعب نهائي كاس الرابطه في هذا الاسبوع ولا قبل 10. قبل 10 يسيبوا يوم ولا حاجه مانيش عارف انا كيفاش باش يلعبوا. طيب قانونيا ذكريني انت تعرف هذه الامور، هل يمكن ان نراسل الكاف من اجل رخصه استثنائيه في هذا السياق؟ صح حسب علمي الاتحاد الجزائري راسل راسل الكاف اخي كانت هي لكن هذا الترخيص كانت 20 جويليه. خليني نكمل لك، لانه الترخيص هذا كان للجميع لكل. نعم. ممكن نروحوا بيناليتي يعني تكون فيها غرامه لكن في نفس الوقت يتم اذا حبيت انت يا تحل المشكل تاعك وتخلص بيناليتي خلص بيناليتي وحل المشكل تاعك. مثلا مراسله الكاف على اساس انه من يشارك في كاس الكونفدراليه الجزائريه هو من يكون في المرتبه الثالثه باضافه الفريق الفائز بكاس الرابطه. نعم. يعني بدون ذكر الاسماء، بدون كيما يحطوا الجيري 1 الجيري 2 مثال بدون بلا ما يبعثوا الاسماء اسم الفريق اسم البلد بدون ما يبعثوا الاسم الفريق بعدين يعاودوا يراسلوهم هامليك الفرق اللي شاركوا الكاف تاعنا. هذا هو. طيب طارق بوفليح يقول انه المراسله نهائيه بالنسبه لها كاف يعني حتى نهائيه بالنسبه للتاريخ 10 تاريخ 10 تاريخ العاشر والخامس ما كنتش تمديد 15 في تاريخ ال 15 تمديد مع غرامه معليش اذا تمديد لن يكون اذا كاين حل باش نبعثوا ونمدوا ويكون تمديد حتى ال 15 ونخلصوا يكون احسن نخلصوا الغرامه. معليش خلص الغرامه وحل المشكل اللي هنا. هذا اشكال جديد دخلنا فيه، نتمنى ان نجد له حل في اقرب وقت لانه من حق فريق شبيبه القبائل ومن حق فريق نجم مقرى ايضا المشاركه التمثيلي الجزائري افريقيا ولما لا في كاس الكونفدراليه مثلما هو من حق شباب بلوزداد شبيبه الثوره وفريق وفاق سطيف تقريبا المعنيين حاليا بعملية المعامل. مع ذلك في آخر خبر أيضا أطلق الاتحاد الجزائري لكرة القدم حملة للتلقيح ضد فيروس كورونا. نتحدث دائما عن كورونا، هذه الحملة وإن تأخرت فإنها مفيدة جدا. الحملة تماشيا مع الحملات التي دعت إليها وزارة الصحة وبشرت اليوم في عملية التلقيح بالمركز التقني. نعود مباشرة إليك كريم سباعي. مباراة أهلي برج بوعريريج وكأنها الفخ الذي مر عليه فريق شباب لوزداد، الفوز بهدف كان مهم جدا مع بداية الشوط الثاني وأضاف ثلاث نقاط ضمن حملة النهائيات التي تحدثتم عنها. ما هي ربما الصعوبة التي كانت في اللعب أمام فريق نزل أولا رسميا يلعب بدون ضغوط ثانية؟ هذه النقطة اللي قلتها أنه الفريق المنافس يلعب بدون ضغوط. نعم. وهذا وشوف واللاعب قد ما تحفزه ما تنجمش، مش كيما تحفزوا مباريات ضد شبيبه القبائل والاتحاد العاصمه ولا المولديه كيما باش تحفزوا ضد فريق اللي تقريبا نازل. نعم. يعني هنا باش تخلق التحفيز الداخلي للاعب صعيب. دونك كي نزلنا الملعب كي تصادموا مع الفريق المنافس القوي يلعب معناتها يلعب بدون ضغوط. نعم. بدون مركبات يلعب كره سهله. نعم.
وقتها ترجى شويه اللاعب وفهم اللي راهي المباراه صعيبه مش كيما في ذهنه اول ما دخل المباراه سهله وحط ثلاثه نقاط في جيبه قبل ما يلعب. وقتها تغيرت المعطيات، تغير النسق، ولما غيرنا النسق وصلنا كثير مرات للمرمى المنافس، ما سجلنا هدف واحد كنا نجم نسجلوا اكثر اهداف. من هذه المباريات اللي نعرفوهم صعاب، اصعب مباريات شبيبه القبائل ومستوره، مباراه مقرى ومباراه البرج اصعب، هذه مباريات فخ على ملعبك، الفرق تجي من حقها معناتها تحب تدافع على حظوظها سواء بالنسبه للمقرى سواء بالنسبه يحب يفتوا ذاتهم زاده بالنسبه للبرج. المباريات كنا متوقعين انه باش يلعبوا لنا معناتها بتكتل دفاعي كبير، مي الحمد لله خرجنا منهم مباريات معناتها بثلاثه نقاط اللي هما اهم حاجه. طبعا المباراه هذه ما فيهاش حاله تحكيميه، ما فيهاش حكم من الشباب بن شهيده مصباح والحكم الاخر الله من هو الحكم الثالث في هذه المباراه التي عرفت الفوز رقم 18 بالنسبه لي مع البرج وعمران، يعني ادوا كذلك مباراه يعني ما فيهاش حاله تحكيميه تذكر، ادوا مباراه جيده لاباس بها. طيب بالنسبه لفريق شباب بلوزداد لحد الساعه نشوفوا في مشوار خاص جدا، تقريبا كل التوابل موجودة بالنسبة لهذا الفريق، فريق بالأرقام عنده مجموعة من الأرقام، عنده تركيبة فيها الشباب وفيها أيضا عامل الخبرة. احنا نتحدث على الأقل عن عملية إقحام الشباب في مباريات نهائية مثل ما قال مدرب الفريق ومثل ما تحدثتم أيضا سواء بالنسبة لزوران أو بالنسبة إليكم، كل المباريات المتبقية لشباب بلوزداد هي نهائية. عملية إقحام اللاعبين كيف تتم؟ كيف يتم تحضيرهم بالدرجة الأولى؟ شوف أغلب المباريات صحيح مباريات نهائية، أما لما تفرض عليك الظروف وبعض الغيابات أنك باش تعمل خيارات، تولي الخيارات تفرض عليك لاعب شاب باش يكون عنده تراول بدنية ويعطيك أكثر خاصة على المستوى الهجومي نحكيو. هنا تولي تشوف اللاعب، تحاول تاخذ اللاعب الصغير تحكي معه على جنب بوحده، تحضره نفسيا، تعطيه المعلومات الكل اللي تخص المركز نتاعو مقارنة بالمنافس، يعني اللي باش يقابله في المركز هذاك شنو هو نقاط القوة نتاعو، منين يقدر يدخل له باش يعرف كيفاش يتصرف مع المباراة. تسهل عليه لما تعطيه معلومات على المنافس، تسهل عليه مش كيما ترميه على طول في المباراة يصطدم بالمنافس وما يلقاش كيفاش يتصرف ويخسر لك كثير وقت باش يدخل في المباراة. وتعرف المباريات هذه يعني كل دقيقة بحسابها فعلا. يعني تاخذه بوحده تحكي معاه بالسيونس معناتها فيديو كل شيء، توريه بالضبط شنو المنافس، شنو عنده شنو ما عندوش، اللي مقابله ديريكت معناتها الادفيسير ديريكت، وكيف كيف شنو المطلوب منه على المستوى الجماعي. خاطر اكيد انت باش تختار لاعب شاب مش باش تقحم اي لاعب شاب، باش تقحم لاعب شاب اكيد عنده مخزون فردي لاباس به. يعني المخزون الفردي كيفاش باش يوظفه للمجموعة باش ما يصيرش خلل كأنه صاحبه اللي كان يلعب قبله موجود، وفي نفس الشيء انه كيفاش يحاول هو بفردياته يصنع الفرق للمجموعه. نعم في نفس على حساب المنافس اللي يقابله. في نفس الشيء هذا دليل انه الرديف في فريق شباب بلوزداد يعمل بجديه وحاضر. صحيح هذا احنا ديما نقولوه، هذا معناتها ما يخفاش احنا العلاقه وتواصل كبير معناتها كبير بيننا وبين سليم السبع مدرب الرديف اللي قم بعمل كبير زاده. الحقيقه اغلب معنا 9 لاعبين تقريبا يدربوا معنا، في 6 أو 7 لعبوا مع الفريق الاول. يعني في مباريات فيها معناتها ضغط نتيجه مع تصعيد، اللي خلانا زاد نلعبوهم انهم هما لما يطلع تقريبا فاهم تكتيكيا المركز نتاعو، مع تزيد تحضروا مع مقارنه معناتها للمنافس اللي باش يلعب ضده ينجم يعطيك، خاطر عندهم مخزون فردي محترم. طبعا هذا دليل انه البطوله الجزائريه وكره القدم الجزائريه تبقى خزانا للاعبين الموهوبين بشرط وضع الارجل في الارض اولا، وهو ما يقف عنده زميل انيس مزيان في هذه الورقه التي تلخص مشوار ال 34 جوله لحد الساعه بالنسبه للسي ار بي. كل الظروف كانت تشير لعوده قويه لشباب بلوزداد بعد اقصاء مر من رابطه الابطال ونهايه المشوار في كاس الرابطه. التركيز صوب نحو موسم شاق وطويل، اما الهدف فتجلى في محاولة الحفاظ على اللقب والاستمرار في المشاركة القارية. استقرار إداري وتدعيم التشكيلة بمن يقدم الإضافة، فكانت النتائج وكانت لغة الأرقام كفيلة بتلخيص المشوار. 19 فوزا محققا لأشبال زوران، 12 تعادلا و3 هزائم فقط، بهجوم سجل 60 هدفا ودفاع هو الأفضل في البطولة، تلقى 22 هدفا في 34 مباراة.
بمحور متناسق متكامل مكون من كداد وبوشار، وفي أغلب الأحيان كان الاستنجاد بالقائد شمس الدين نساخ. ولأن أبجديات المنافسة على اللقب تتطلب اجتهادا في حماية العارين، لم تقتصر المنافسة على الحارسين مساوي ومرباح، بل أمست منافسة ثلاثية بمنح الفرصة للشاب عبد القادر الذي أمس أساسيا في آخر المباريات، ما يعكس ثمار منح الفرصة لكل لاعب، وهو هدف ركز عليه الطاقم الفني. طبعا نعود مباشرة بكلمة اتنسيون التي تتابعونها دائما، لأن هذا هو ضغط المباشر، ضغط الصور والحديث في الكواليس شيق ومشوار شيق أيضا بالنسبة لفريق شباب الوزداد لحد الساعة العائد من بعيد. يعني فريق وهو يلعب دائما عنده ملامح البطل، فريق كسب شخصية من رابطة الأبطال كسبها بعدها، اليوم عدنا نشوفه فريق بلغة الأرقام هو الأفضل دفاعيا، الثاني الأفضل هجوميا، عنده لاعبين تقريبا ثلاثة في الهجوم إذا تحدثنا فقط عن أمير سعيود مرزوقي وخلف الله، وأيضا بالخير وبالخير، وأيضا بشو تقريبا كل التركيبة غنية بالنسبة لهذا الفريق. تقريبا لحد الساعة مشوار لحد الساعة الفريق بالأرقام يتواجد في المرتبة الأولى قبل النهاية بأربع جولات. شوف محمد، قوة شباب الوزداد هو اللاعب اللي يدخل في مكان اللاعب اللي يغيب. أنا بالنسبة لي هذه قوة شباب الوزداد. الآن شباب الوزداد لما نشوفه مثلا مرة على مرة كغياب لاعب سعيود، نلقاو أنه الطريقة تغيرت، ولكن فريق على العموم قاعد بنفس النسق، يعني الريتم عالي. نذكروا مباراته في وهران، كنا ننتظر أنه نوعا ما شباب الوزداد راح يلعب بطريقة دفاعية، لأنه شباب ولدية وهران عنده نزعة هجومية. شفناه أنه كانت المبادرة من شباب الوزداد في الشوط الأول للهجوم، ضيع فرصتين في الشوط الثاني، مع بداية الشوط الثاني تمكن أنه يسجل هدفين في الربع ساعة الأولى. هنا تعطينا عقلية شباب الوزداد أنه فريق مرور المباريات في الجولات في كأس إفريقيا أعطت له ثقة أكثر. يعني الريتم تاع كأس إفريقيا، وقلتها لك مرة لما في الحصة السابقة، أنه فريق لما يلعب مباريات الإفريقية والدولية يكتسب ريتم، يعني لما يلعب يرجع للبطولة لو يحتفظ بالريتم تاعه يقدر يفوز، لو ينخفض الريتم تاعه ما يقدرش يلعب بريتم يعني منخفض. ولهذا شباب الوزداد من ناحية ذهنية أنه تعلم الفرق اللي يلعب معها، لو أنه تقصى، ولكن تعلم لما يطلع عليه تمتعه، وهذا هو سيناريو الأحسن بالنسبة من بعيد في رابط الأبطال إفريقيا. طيب بالنسبة للطاقم الفني، سمعنا آخر تصريح بالنسبة لزوران يقول الآن نحن في وضعية جيدة للتنافس على اللقب، ما هي استراتيجيتكم في هذا السياق ولماذا لحد الساعة سمعنا هذا التصريح؟ شوف في حاجة أخرى قبل كل شيء، اللي أحلى دور تقريبا الفريق الأول في عدد الفوز مباريات خارج الملعب، هذه لما نذكر مع أخويا طارق جبد مباراة وهران كمشينا راه أحلى الاثنين تروازية مكسيكو. يعني كي تمشي الغادي يزمك تلعب باش تربح باش تخلي تاخذ المركز الثالث وحدك وتزيد تقرب أكثر لسباق اللقب، مباراة مباشرة. وذاك اللي بني عليه مع قوة شخصية الفريق وروح العطاء وحب الانتصار في أي مباراة سواء الداخل ولا البرة، اللي يحب يلعب على اللقب يلزم ديما يلعب باش يربح. هذه حاجة الأولى. حاجة ثانية ديما نحكيوا احنا بالطريقة هذه، علاش؟ خاطر ما تنجمش إذا باش تقول حاجة أخرى تقول أنا ضمنت البطولة ولا ساي سبع نقاط الفرق ساي، باش تعطي المساج هذاك باش تعطيه للاعبين. فعلا لازم اللاعبين يكونوا من عندك أنت تعطيهم مساج تاع تواضع ورجليك على الأرض قبل ما تحكي معهم، لازم يسمعوك نفس المساج اللي باش تعطيهم في الفستير يسمعوك تقولوا في التيلي قدام مع الصحافة. هذا هو اللي يزم ديما نمشيو ذي الكريديبيليتي بينه وبين الجوار. يعني كيما نحكي مع الفستير يزمو يسمعني نحكي سواء مع ديريجون سواء في الصحافة. جي بور سا و سي فري اوسي اسيت بوان ديكار وي سي فري نلعبوا مرتاحين، مي سي با انكور في مالتي با انكور في فريق يلعب دائما الهجوم تقريبا، حتى في التغييرات دائما فيه اشراك لمهاجمين. هل هذا يعني انه
التعداد تري فريق تركيبته تلعب دائما هجوميا أم هي خيارات فنية متفق عليها من البداية؟ شوف هي خيارات فنية أنه يكون عندنا النفس الهجومي أكثر في المباريات كما قلت لك الفريق يزم يربح يزم يكون عنده نفس هجومي أكثر لا. مش يحصد النقاط. الحاجة الثانية التركيبة اللي عندنا وثراء الرصيد البشري يخليك حتى كيتنوع في الجانب الخططي على الملعب ديما تبقى عندك النفس هجومي أكثر. واللي قاعدين ركزوا عليه أكثر في التمارين أنه ما نخليوش الحس التهديفي في المباريات يبقى عند 2 أو 3 لاعبين فقط، يعني تشوف أكثر حتى اللاعبين الأرقى يسجلوا المدافعين يسجلوا الحواريين هذا هو اللي يخلي حتى لعبك يولي ما عادش ستيروتيبي ما يقدرش حتى المنافس ما يقدرش يدرسك من جميع نواحي لازم باش تلقى له عنصر مفاجأة في المباراة. وهذاك اللي قاعد يصير بعض الأحيان يسكروا على 2 أو 3 لاعبين في وسط الميدان هجومي أو يسكر لك على واحد من الرواق خاصة بعد الفترة الممتازة اللي تعدى بها بالخير ولا يسكروا عليه. لقينا بعض الاحيان دفع هجومي من عند دراوي ولا يطلع معناتها مدافع يسجل معناتها يل دي بلوك لا سيتوياسيون هذا هو اللي نخدم عليه اكثر هو التنوع في التهديف باش حتى الادفيرسير ما يقدرش معناتها يسكر لك ويوقفك ما يقدرش يقراك 100%. طيب فريق عرفه والطاقم الفني عرفه انضمام حنيشات مصاب حاليا بكورونا نتمنى له باذن الله كل الراحه طهورا باذن الله تعالى. مع ذلك فريق أيضا اليوم للمباراة الثالثة على التوالي بحارس مرمى جديد هو الحارس عبد القادر. بالنسبة لي الفريق اللي عنده أيضا حارسين لديهما الخبرة الكافية خيار فني بالدرجة الأولى، لماذا تأخر هذا الخيار؟ ماذا حدث بالضبط؟ شوف الخيار كل خيار عنده وقته، كل خيار عنده وقته. تشوف عنا حراس ممتازين صحيح، تشوف مع تقايا حارس بمواصفات عالية هذا ما ينكر حتى حد، كيف توفيق هنا جات بعد إصابة جايا يلعب 7 مباريات قبل فيها مع هدف واحد. من بعد الإصابة بتاع جايا رجع توفيق يلعب، جات شوية فترة بتاع مردود مهتز شوية، شفنا من الصالح أنه ياخو راحة باش هو يراجع نفسه شوية ويزيد يخدم أكثر. دونك جات الفترة اللي يلزم أحمد اللي 8 شهور يستنى في فرصة يزمه يبرز ومعناتها ويفرض ذاته على الملعب. هنا معناتها كيف كما قلت لك من جانب النفسي حاولنا نحضروه نفسيا كيف اللي ما قصروش على كلك زادة كيف نشكر اللاعبين من الناحيه هذه اللي عاونونا في ادماج اللاعبين الشبان. راه صعيب في مجموعه في مباريات مصيريه انك ترمي ب5 أو 6 لاعبين وخاصه اذا كان حارس مرمى. يعني هنا نشكر اللاعبين اللي معنا، اللاعبين معناتها كوادر الفريق اللي اطروا اللاعبين الشبان وكي دخلوا ما حسوش بالفرق بينهم وبين اللاعبين معناتها الكوادر في الفريق، وبالعكس ولو هم نقطة التكامل معهم في الملعب. هذه حاجة زادة معناتها تمشي للمجموعة وتحسب للمجموعة. طيب ما دام نتحدث على المجموعة علاقتكم باللاعبين بكوادر الفريق، على الأقل نتحدث أن الفريق عنده نجوم أيضا وفي كل مرة يتم تسجيل هدف إلا يكون الوجهة مباشرة الطاقم الفني. صعب جدا أنك تسير هذه المجموعة وخاصة نجوم بين قوسين. صحيح ولا ما يخفاش على حتى حد صعيب أنك معناتها باش تجاري للنجوم. ما يشوف في الكرة فما حاجتين، أنك تخدم صحيح وتكون عندك مصداقية، اللاعب يحترمك إذا يشوف أنه طريقة خدمتك صحيحة وعندك مصداقية معه يولي يحترمك وتولي العلاقة فيها انسجام، تولي اللي تطلبه اللاعب يقدر مالته يطبقه على الملعب. هذوم هم مالته الأسرار بتاع أنه تكون علاقتك باهية مع اللاعب ويكون يطبق لك اللي أنت تحب عليه في الملعب. طيب كيف يمكن مصداقية وكما قلت لك معناتها يشوفك انك تخدم صحيح. كيف يمكن ان تضمن تركيز اللاعبين الى الدقيقه الاخيره من الوقت بدل الضائع؟ شفنا مباراه نجم مقرى مثلا وفي اي شهر، في شهر اوت وفي ظروف عامه متعبه جدا نتحدث على كورونا، وفي موسم اللاعبين عادوا بعد توقف 7 أشهر كامله خاصه بالنسبه للطاقم الفني اتى في وسط الموسم بالنسبه للاعبين. صحيح انا هنا صحيح من الجانب البدني يعني الحقيقه اللي يشوفوا فيه اللاعبين السناره ومش كان في الجزائر في اغلب الدوريات معناتها بخلاف الدوري التونسي اللي كمل بكري معناها اغلب الدوريات كملت في الوقت هذا فعلا. يعني اول مره اللاعب يعيش الحاله كما كيلعب حتى الاوت والجويليه مازال يلعب في مباريات رسميه فعلا. هنا كما قلت لك اغلب التمارين كي نبداو نلعبوا شويه في 48 ساعه 72 ساعه اغلبها على معناتها الاسترجاع، ما عندناش حتى حل ثاني. والجانب البدني والجانب النفسي عندنا 3 نقاط راهو يلزم نتعلموا ونصبروا. بما كانك تخدم صحيح على الملعب ما تخافش، الكره تنصفك في الاخر ما دام تلعب صحيح الكره تنصفك، ما نصفتكش الدقيقه الاولى تنصفك الدقيقه 90 ولا الدقيقه 96. وهذا اللي صار في المباراه نتاع مقرى بالضبط، يعني قعدنا نلعبوا احسن، خلقنا كثير فرص، كنا نسحقوا 3 نقاط اكثر من المنافس، سيطرنا على المباراه بجميع معناتها مجرياتها
انصفتنا الكره في الاخر. هذا هو اللي صار. طيب يقال ان كره القدم او لغه كره القدم هي لغه عالميه، كان تخوف في البدايه بالنسبه لانصار الفريق من جلب او استخدام المدرب زوران، طبعا ايضا من خلال قدومكم كيف تمكنتم من كسر هذه القاعده ومن تاكيد ان كره القدم فعلا هي لغه عالميه؟ اول حاجه كره القدم لغه عالميه. نعم. ونفس الشيء احنا يعني متكاملين، ونفس كما كنا زاد حتى في الوداد نفس الشيء، يعني الميساج يوصل للاعب سواء عن طريق المدرب سواء عن طريقي، احنا متفاهمين ومتكاملين، والميساج اللي يحب يوصله هو ولا نحب نوصله انا الزوز يمشوا في نفس النتيجه. نعم. وذاك علاش اللي معناتها الميساج يوصل بطريقتي ولا بطريقته هو، الميساج قاعد يوصل بالضبط للاعبين. وكما قلت لك اهم حاجه انه المصداقيه في التعامل مع اللاعبين تاعك، هذا اهم حاجه. طبعا هي المصداقيه التي نريدها. طارق بامكانك التدخل. لا هذا واضح محمد، يعني واضح في ارضيه الميدان لما اعطيت انت المثل لما اللاعب يسجل يروح مباشره لدكه الاحتياط للطاقم، هنا نحسوا انه فيها يعني فيه رساله انه تقبلوها اللاعبين. وبطبيعه الحال باينه في التدريبات لما اللاعب يشوف المدرب انه ما يحقرش ما يميلش اللاعب ويخلي لاعب اخر. هنا تكافؤ الفرص اللي كنا تكافؤ الفرص، وشفناها انه يعني اللاعبين المتواجدين الان في شباب الوزداد او التعداد المتواجد سهل نوعا ما المهمه بالنسبه للطاقم. وحده ثانيا نعاود نرجع ونقول واش قال مساعد المدرب، هو اكثر منه العمل اللي يندار في الفئه الشبنيه او في الرديف، يعني زاد سهل بالنسبه للمدرب، لانه المدرب الاكبر ما يعلمش اللاعب كيفاش يدير يعني الترويد ولا يعلموا من الجانب التكتيكي. اللاعب لما يطلع الاكابر يكون محضر، وهذا لا عامل اخر بالنسبه للمدرب الرديف. طبعا هي اخبار في النهايه تسر جمهور الكروي في الجزائر، ما دام انه تعودنا على ان اللاعب الجزائري لا وجود له او لا مكان له في مستقبل الكره في مستقبل المنتخبات، مع ذلك نسمع اخبار جيده جدا بالنسبه للبطوله الوطنيه رغم كل الظروف ورغم كل الخيبات ورغم كل النكبات. ايضا المشوار كان ايضا والحضور الكروي الممتع في مباراه لعبت بملعب العاليه، وفيها فريق شبيبه الثوره وصل التالق من خلال هذه الصور التي نشاهد في مباراه استقبلوا فيها فريق اتحاد بسكرة الذي كان سباقا الى التهديف من خلال هذه اللقطه، الهدف الذي سجله غسيري ثم بعدها عاد لفريق شبيبه الثوره الحمرية الذي سجل هدف التعادل قبل عودة البيلدوزر، والهدف الذي اشتقنا له عاد من الإصابة وعاد أيضا لتسجيل من خلال ضربة جزاء. طبعا مثل ما قلنا فريق اتحاد بسكرة كان السباق قبل استسلامه للأمر الواقع بالنسبة لفريق شبيبة الثورة التي تواصل العزف. المباراة كانت مهمة جدا طارغول، مباراة رغم أنها كانت ديربي استمتعنا فيه بعديد الفرص، لكن شبيبة الثورة واصلت النسق ووصلت الفوز خاصة بعودة الهدف، حتى طريقة التعديل بالنسبة للحمري مثل ما نشاهد في هذه الصور برأسية رغم أنه اللاعب قصير أضاف هدفه السادس لحدي الساعة، ومسعودي أضاف الهدف 19، وأكثر منه شوف عدد اللاعبين الثورة داخل 18 متر. الارتداد الهجومي بالنسبة لشبيبة الثورة ممتاز. لا الشيء الملاحظ في المباراة هو يعني الجانب البدني بالنسبة لفريق شبيبة الثورة، صراحة يعني أنا حسيت في فترة من الفترات أنه اتحاد بسكرة ما يقدرش يعاود يرجع بالنتيجة مقارنة بالجانب البدني اللي ظهر به شبيبة الثورة أو لاعبي شبيبة الثورة. يعني نقدر نقول في الشوط الثاني سيطر على مجريات الشوط، ما خلاش الفرص بالنسبه، ولو انه شفنا فرصه او فرصتين بالنسبه لاتحاد بسكره، ولكن معظم الشوط كان لشبيبه الثوره، ضيع عده فرص خاصه الفرصه اللي ضيعها اللاعب ساعد، يعني كان امام المرمى واستعمل القوه اكثر ما يستعمل يعني العقلانيه. ولكن على العموم من الجانب الهجومي بالنسبه لشبيبه الثوره يعني نقدر نقول فرض الريتم تاعو طيله نوعا ما 60 دقيقه. طيب اتحاد بسكره الذي نجح في ايقاف كل كبار القوم الكروي بين قوسين في الجزائر فشل هذه المره امام شبيبه الثوره. المباراه ايضا ذكريني عرفت توترا، عرفت بطاقتين حمراوتين، عرفت مطالبه البعض بضربه جزاء ووجود ضربه جزاء لفريق شبيبه الثوره. ماذا جرى بالضبط حتى بإمكانك أن تحلل هذه اللقطات حتى نعطي لكل ذي حق حقه؟ نعم، وخاصة المباريات يعني مباراة تعتبر من المباريات الصعبة. لماذا؟
فريق يلعب على البوديوم وفريق يلعب من أجل البقاء. نعم. مباراة صعبة جدا، لهذا اختير لها ثلاثي تحكيم دولي بقيادة مصطفى غربال، عبد الحق إتشاري ومقران قراري. طبعا عندك صور أنا راح من المباراة السابقة. المباراة هذه جبت 8 حالات تحكيمية. نعم. راح نحلو هنا حالة بحالة تحكيمية ونعطوا كل ذي حق حقه. الحالة الأولى رانا شفناها هنايا، شوفوا معايا مليح، هاوليك اللاعب راح الكرة، الحارس ضرب الكرة ورجله، لا وجود لخطأ ولا وجود لمخالفة، هاي اللي كرها تنافس على الكرة، الحارس هو سبق واللاعب حط رجله، ولكن لا توجد لا عرقلة لا دفع من طرف الحارس ولا شيء. هنا الحكم كان محق في القرار نتاعو. نزيدو نعاودو نشوفوها، شوف هاوليك ضرب الكره، من شكون يضرب الكره؟ الحارس هو اللي ضرب الكره واللاعب دار رجله، يعني كان محق. لا لا، كذلك في هذه الحاله لا وجود لمخالفه ولا وجود لتحايل ولا وجود لاي شيء، والحكم كان محق في القرار نتاعو. خليها تمشي هنايا، هاي اللي كراها، علاش ما كاش دفع؟ ما كان ولا شيء، شوف لا دفع لا والو، كاين تلامس معناتها ما كاش تحايل، لا يوجد ولا شيء. الحاله الثانيه هذه الحكم كان محق في قراره. انا عندك لقطه مقربه، ها هاوليك وراها، شوف بطبيعه الحال عادي ما فيه ولا شيء، شوف خليه يزيد يمشي، شوف هاوليك وراها يتنافسون على الكره وكاين ما فيش تحايل ما فيش مخالفه ما فيه ولا شيء. هنا كذلك في الحاله الثانيه، الحاله الثانيه شوف مخالفة زائد بطاقة صفراء مستحقة، شوف كيف راح يسمعوا لرجله، شوف يدروج يدروج وشوفوا على هذا اللاعب يدروج، هاليك الحالة تدخل ثاني، هاليك الحالة وراها، شوف راح مباشرة القدم تاعو معناه الوتش اللاعب، شوف لا لا رجله من الارض، لا لا راح يسمعوا على رجله، والحاكم هنا كان قريب من اللقطة. طبعا هنا البطاقة الثانية الصفراء يعني بطاقة حمراء، شوف هنا واش راح يدير له، شوف مباشرة لاعب آخر هنا يا. نعم خليه، شوف وين راح مباشرة للقدم، كانت أجريسيفيتي ما كاش، يستحق البطاقة الصفراء وأعطاه بطاقة صفراء مستحقة، حرارة حراري عفوا يعني بطاقة حراري وبحرارة يعني بكل حاجة. هاوليك وراه السيد غربال كان صارم في قرارته في المباريات، شوف وراه مباشرة للرجل تاعو، شوف مباشرة يستحق البطاقة الصفراء. هنايا هذاك اللي دار البطاقة الصفراء لهيكا، شوف مليح واش راح يدير في ضربة الجزاء، لما كان راح ينفذ ضربة الجزاء اللاعب، شوف هذا اللاعب بالضبط هذا اللي دار البطاقة راح ليه يعني بواحد الطريقة يعني مستفزة يعني كونتيستاسيون، شوف كيف يروح ليه وما نعرفوش قال له، جا ليه اعطاه البطاقة الصفراء الثانية مستحقة، هاليك وراها، لانه لما نفذ ضربه الجزاء تخرج، شوف والدليل على ذلك راح مباشره للاعب لانه عارف واش راه دار او عارف واش راه دار. نشوفوا هنا اللاعب شيباني يطالبوا بالصمت يعني، يا شوف هنايا حبس هنايا في هذه الحاله، هنا اللاعب هذا يستحق البطاقه الصفراء، غربال ما عطاهالوش، انا نفهم على ما عطاهالوش، ما عطاهالوش سي لا جيستيون دي ماتش، كان في نفس الخطأ خرج واحد خرج واحد بطاقة حمراء، كل يبدا يتبع هكذايا راح يخرجهم كامل. لا بصح اسمح لي خلينا نهضر، تفضل هنا روح القانون، لا هنا روح القانون، انا نهضر كاين هاوليك الشيخ هنا معنا وانت تعرف على بالي بلي تعرف كاين واش يقولوا، كاين لا لوا القانون، كاين ليسبري دو جو مكتوبه في الكتاب، واش راني نهضر طيب لك. هنا ضربه الجزاء فيها القانون، انا هنايا طبق الاخر ما حبش يزيد يعطيه البطاقة، أنا متأكد ما حبش يعطيه. هنا ضربة الجزاء، روحوا ضربة الجزاء، راه يزرب لي يا أخي، نزل الحال عندنا الوقت، علاه راك تزرب لي؟ على ضربة الجزاء، ضربة الجزاء صحيحة شرعية لا غبار عليها، ودوك نعاودوا نولوا لها. كيفاش ضرب؟ خوان انتيليجون، شوف راح ضرب له رجله، شوف شوف خليها تزيد تمشي، خليها تزيد تمشي، شوف وراها هذيك العرقلة واضحة، وضوح الشمس عرقلة واضحة تستحق، خطأ من الأخطاء الطناش تستحق ضرب الجزاء، شوف وراه هذيك وراه وش يزيد، هذه اللي عاد تمشي عرقلة وراها العرقلة
انا حبيت نفهم انا وراء العرقاله ملا ماشي هذه عرقاله ملا كيفاش ما نزيدو كامل نصفرو خلاص عرقاله انت خلاص ماكش تصفر واضحه يعني ما هذه ماشي عرقاله انت خلاص ماكش تصفر انت تحلل الصور هذه هي الحاله الثامنه لا يعني هذه الحاله الثامنه حالة أخرى؟ ضرب الجزاء صحيحة شرعية لا غبار عليها يعني أنا حاجة برك اليوم مصطفى غربال ولازم كل الناس يعني هذا كما يقولوا لوكوموتيف هذا هو رأس تاع حكام الجزائريين كانت عنده شخصية قوية في هذه المباراة وين حتى وداروا به وداروا اللي ما تدرش ولكن لم يتزعزع من مكانه اللي حب يضربني واللي حب يدير حاجة يدير كاين قانون أنا نطبق القانون واللي حب يدير يدير واللي يغلط يخلص أنا مانيش هنا باش تسبني ولا تطبعني ولا تجبدني أنا هنا تحية خاصة داخل أرضية الميدان أنا المسؤول التنافس يكون شريف والحكم هو المسؤول حكما وصارما صارما أنا اليوم اللي عجبني صرامة الحكم صرامة سيد غربال اللي طبق القوانين بحذافيرها وفي بعض الأحيان استعمل روح اللعب ليسبري دي جو هذه هي كرة القدم في العالم ولم يخطئ ولم يهضم أي حق من حقوق طيب الفريق ذكريني فنيا طارق غول فوز 19 بالنسبة لفريق شبيبة الثورة والانهزام رقم 12 لفريق اتحاد بسكرة الانهزام بالنسبة لفريق اتحاد بسكرة في الحالة مثل ما شاهدنا هذه الصور أكيد أنه شخصية أيضا شبيبة الثورة تكبر من مباراة لمباراة لا شبيبة الثورة منذ بداية الموسم منذ مباراته أمام نادي بارادو لو نتذكر هنا في ملعب دار البيضاء يعني شفنا قوة شبيبة الثورة من ناحية الذهنية لما فريق يلعب أمام نادي بارادو ويفرض ريتم تاعو يفرض فرص أكثر يسجل أهداف صحيح أنه بعد ذلك كانت يعني القوانين أخرى خرجت ولكن من ناحية الفنية بالنسبة لشبيبة الثورة منذ هذه المباراة يعني كان عنده وجه آخر ضف على ذلك لما يلعب خارج الديار نتذكر مباراة أخرى أمام اتحاد الجزائر نعم. اتحاد الجزائر ضيع عدة فرص فرصتين اتحاد الجزائر سجل عليها هدفين مباراة اتحاد الجزائر لولا حارس المرمى زيماموش هو الذي جلب الفوز للفريق هذه هي ولكن على العموم قدم مباراة كبيرة ولهذا أنا بالنسبة لي شبيب ثورة ما راهيش يعني ما راهيش في المباراة هذه عدة مباريات خلتنا وتخلينا نقولوا ما عدا الفترة الأخيرة لما اللاعب مسعودي ما كانش يشارك يعني القوة الهجومية بالنسبة لشبيب الثورة اللي كانت خاصة هذا الفريق عودة هذا اللاعب وتسجيله الهدف ويعني وطريقة هدف رقم 19 بالنسبة لي مع المدافع باش ياخذ ضربة جزاء هنا خلينا نقولوا مجموعة نذهب أيضا لمباراة أخرى فيها سفر فريق وفاق سطيف الذي يلعب على البطولة ويتمسك بكل أوراقه لحد الساعة إلى ملعب بومزراق لملاقاته أولمبي أشرف في مباراة انتهت بها التعادل الإيجابي هدف لهدف مثل ما نشاهد في هذه الصور الهدفين سجلهما كل من ويس بالنسبة لفريق أولمبي أشرف في بداية المباراة الدقيقة 6 بالضبط ثم عدل لفريق وفاق سطيف وفي الشوط الثاني في الدقيقة 53 إسماعيل سعدي مباراة كانت صعبة بالنسبة للفريقين بين فريق يلعب على البقاء وفريق يلعب على التتويج أيضا وفاق سطيف بهذا أنهى تعثراته المتتالية في آخر المباريات طبعا المباراة لم تعرف حالة تحكيمية تذكر لذلك ذكرني لن يتحدث عن هذه الصور نتكلم عن الحكام فقط نادر بوحسون العربي طيب نادر بوحسون العربي هم ثلاثي هذا يعني فين صحيحين يعني لازم يتحدث كون يغلطوا تجيبوهم من تحت الأرض ما تجيبوهم وهم وش داروا يديروا حاجة مليحة أنا هدروا عليهم داروا حاجة مليحة ويس بالنسبة لأولمبي أشرف سجل الهدف الثالث له منذ بداية البطولة بعد هدف أمام اتحاد بلعباس وأمام شباب بالوزداد أيضا بالنسبة لفريق وفاق سطيف أنهى مرحلة التعثرات ولو كان بتعادل في النهاية مخيب بالنسبة للفريق يلعب على البطولة لا يلعب على البطولة ولكن يشوف المباريات اللي من قبل اللي مر بها في الجولات تضيع لعدة نقاط تضيع لعدة مباريات وتلقيه عدة أهداف في المباريات هذا هو يعني الهاجس بالنسبة لوفاق سطيف لما يلحق في ثلاث مباريات مباراة ثلاث أهداف مباراة أربعة أهداف مباراة ثلاث أهداف أخرى هنا يخلينا نقولوا المشاكل لو يمر بها وفاق سطيف هي اللي خلت يعني النتائج السلبية نتيجة التعادل نظنها راهي إيجابية بالنسبة للفريق من ناحية البسيكولوجية من جهة أخرى جمعية شلف
التعادل هذا ما راهوش يعني ما راهوش في صالحه، ليس ما يساعدش الفريق خاصة في الظروف اللي يمر بها. طيب، من مباراة فريق وفاق سطيف مع فريق أولمبي الشفة التي انتهت بها التعادل، نذهب مباشرة إلى مباراة أخرى سافر فيها فريق اتحاد العاصمة إلى النجم مقرى، وعرفت المباراة الفوز الثالث على توالي بالنسبة لنجم مقرى أمام اتحاد العاصمة باحتساب مباراة كأس الرابطة. المباراة عرفت تسجيل أهداف أو الهدف الأول لزواري منذ بداية المباراة في الدقيقة الخامسة قبل تعديل بوشوارب لفريق نجم مقرى، ثم إضافة هدف الفوز بمخالفة جميلة جدا لفقاس في الدقيقة 30، فوز طرغول يخرج اتحاد العاصمة من سباق اللاعبي على البوديوم. هزيمة، نعم، أو هزيمة تخرج فريق اتحاد العاصمة من سباق اللاعبي على البوديوم وتثبت بقاء نجم مقرى ولو أنه بحاجة إلى فوز حاجة آخر. إلى فوز آخر. نعم صحيح، كنا ننتظر أنه تكون خاصة بعد تسجيل الهدف الأول في الدقائق الأولى بالنسبة للاتحاد الجزائر، كنا ننتظر أنه سيناريو آخر، أنه شبيب الصورة يحاول أنه يعد النتيجة وفريق اتحاد الجزائر يضيف أهداف أخرى، ولكن نقدر نقول نفس السيناريو اللي كان في كأس الرابطة، أنه الفريق ما استغلش الفرص المتاحة له ولو أنه كانت فيه حالة تحكيمية راح نتكلم عليها، ولكن بالنسبة لفريق اتحاد الجزائر احتفاظه بالهدف اللي سجلوه كان قليل، ولكن على العموم شفنا نوعا ما وكانت فيه مباراة يعني كان فيه مستوى. نعم، بما أنه منذ بدايتها تم تسجيل أهداف، هذا ما يخلينا نقول أنه كمباراة كانت نوعا ما حتى آخر المباراة من هاللقطات طبعا التحكيمية التي كانت موجودة. هنا نعودوا نرجعوا نعودوا لزكريني مباشرة لقطة تحكيمية. تعجبوني كده هذا اللقطة التحكيمية. نعودوا له اللقطة التحكيمية. طبعا. نعم. من حكم المباراة زكريني؟ سيد بوزرار سمسوم كادام. أنا شفت الحالة وعودتها عدة مرات، تشوفوها أنتم ويشوفها كل الجماهير. أورينا الحالة التحكيمية. أعطينا الحالة التحكيمية الأولى يزيد بالكوت. كاين حالة واحدة، كاين حالة واحدة، كاين حالة واحدة، حالة واحدة هي الحالة. شوف لي بارو، نعم، هذا لي بارو ما يغطوا لك الحالة التحكيمية. خليها أنا. أنا ما شفنا والو هنا يعني. طيب نعيد اللقطة، عاودها وخلي نعيد اللقطة. هنا فيها عمود في الملعب، لا أعلق على حالة تحكيمية ما هي غير واضحة. نعم، بكل صراحة باش بتعطي كل حق كل واحد حقه لازم تكون الحالة التحكيمية واضحة. أنا دي اللي بوطو ودي جوار منه شكون اللي ضرب صاحبه. عندك الحالة التحكيمية الثانية. شفتها، خليها لا وجود لخطأ ولا وجود لضرب الجزاء. ما تشاها، خليها ضرب الكرة، ضرب الكرة لا وجود لخطأ ولا وجود لضرب الجزاء. الاتحاد العاصمة تكلم على الحالة الأولى. على الحالة الأولى اللي تكلم، ما تكلمش على هذه الحالة لأن الحالة هذا نشوف فيها واضحة. الأول زاد عود نظر اللاعب، زاد الحارس الجرى، زاد ضرب الكرة، يعني طيب. لا وجود لخطأ. الحالة الأولى تاع اتحاد العاصمة ما تبانش، ما نقدرش نعلق عليها. نذهب مباشرة إلى مباراة أخرى لا توجد فيها حالة تحكيمية حتى لا يتحدث ذكريني طبعا. مباراة تتعلق بكلاسيكو شبيبة القبائل مولودية الجزائر، المباراة التي انتهت بهدفين لهدف لفريق شبيبة القبائل في الفوز 15 من أصل 31 مباراة لحد الساعة، والانهزام 9 لفريق مولودية الجزائر. طارق في انتظار الصور، عبد الحفيظ يسجل لمولودية الجزائر عودة قوية تقريبا هدف الخامس للاعب الذي تقريبا انتهى وعاد في الديربي ثم عاد في آخر مباراة وسجل أيضا هدفان لحمرون الذي سجل الهدف السابع له قبل نهاية قصته مع شبيبة. ولكن كاين حاجة لازم نقولها، أنه في مباراة شبيبة القبائل مولودية الجزائر ما عرفناش مولودية، أنا واحد ما عرفش مولودية الجزائر، ماشي هذا هو المستوى اللي قدمه مولودية الجزائر في المباريات اللي من قبل خاصة أمام هذه الفرق. نفس السيناريو نعود نرجع لك، مولودية الجزائر لما تنقل لوفاق سطيف وفاز في وفاق سطيف المباراة اللي أداها خارج الديار، يعني قدم مباراة في المستوى. نعم، ولكن أمام شبيبة القبائل يعني وجه مغاير تماما خاصة من ناحية الريتم، يعني لما فريق وتكلمنا نعطوا الفرق بينه وبين شباب الوزداد لعبوا نفس المنافسة، على شباب الوزداد مستواه أو الريتم تاعه يعني مرتفع، ومولودية الجزائر فيه مباريات أمام اتحاد، أمام وفاق سطيف في 5 جويلية
رجوعه رغم انه تلقى هدفين، ولكن امام شبيبه القبائل ريتم مغاير تماما. لاعبين صحيح تم اقحام بعض اللاعبين شباب، خليني نقول لك ما تشوفش انه كلاسيكو هذا فقد نكهته، لانه الفريقين في النهايه غير معنيين بلاعب الاضواء، ما غير معنيين، ولكن شبيبه القبائل مده الجزائر لانه المباراه تلعبت قبل ما تكون فيه التواريخ، يعني كان مولوديه الجزائر كان عندها حظ اكبر انها لو تفوز يكون عندها يعني اسبقيه مقارنه بشبيبه القبائل، يعني تزيد تربح نقاط. انا دعني اسال كريم سباعي بالنسبه للمباريات المتبقيه لفريق شباب بلوزداد. بدايه ستكون بمباراه الثوره، صفريه الى الثوره، ثم في ديربي امام مولوديه الجزائر. تقريبا كيف تفكرون في المباريات القادمه، خاصه مباراه شبيبه الثوره، كيف يتم التحضير لها؟ اكيد المباريات اللي جايه صعيبه، ثلاثة مباريات متتالية صعيبة من الثورة، يعني ملاحق مباشر، بعد تلقى المولدية واتحاد، دربيات ما تقدرش تحكم عليهم قبل، نجم يكون الفريق المنافس اللي معك في الدربي يكون أقل منك، أما في الدربي تكون حقيقة أخرى، وصارت في كثير دوريات. فعلاً. قد مباراة الثورة هي أهم حاجة، فكروا مباراة الثورة هي ماخذ التفكير الكل توا، حاولوا معناتها نحضروا اللاعبين من الجانب الذهني، نحاولوا نحضروا نشوفوا الفريق المنافس ندرسوه مليح. وإن شاء الله نقاو الخيارات اللي تعطينا المجال باش نروحوا بنتيجة إيجابية من الثورة إن شاء الله. طبعا فيها أيضا مباراة أتليتيك بارادو مع مولودية وهران التي كانت فيها 9 أهداف كاملة بالنسبة للأتليتيك الذي فاز بخماسية كاملة. أعطونا الصور من فضلكم لأنه ستكون آخر مباراة نتحدث عنها في هذا البلاطو. مباراة عرفت تسجيل هدف جميل جدا لبوغرة، وعرفت أيضا تسجيل زروقي لثلاثية كاملة وعودة لمولودية وهران في بقية أطوار المباراة من خلال تسجيل خطاب ونقاش، أو البداية كانت من نقاش ثم نعماني ثم نقاش الذي عاد وأخيرا خطاب. الهدف السادس بالنسبة لنقاش رغم موسم متذبذب مع فريق مولودية وهران. هنا في حالة تحكيمية في هذه المباراة، ذكريني ستكون آخر حالة تحكيمية في هذه المباراة. الأتليتيك دائما ما يلعب متحرر، نتيجة خماسية كاملة أمام مولودية وهران في مباراة تقريبا شاهدنا فيها كل شيء. شاهدنا فيها كل شيء. نادي بارادو ما عنده ما يخسر في يعني بالنسبة للمباريات هذوما، بما أنه ضمن البقاء تاعو. طريقة لعبه نعرفوها أنه استحواذ وترك الفريق الخصم هو اللي يجري وراء الكرة. ولكن الشيء الإيجابي الآن رغم خسارة مولودية وهران، ولكن الشيء الإيجابي هو العودة تاعو، رغم أنه تلقى يعني 4 أهداف عاود رجع. الشيء أنا بالنسبة لي لأنه شفنا عدة سيناريوهات بالنسبة لمولدية وهران، لما يتلقى أكثر من هدفين يعني كل الأمور تدهور له. ونذكرك سيناريو آخر أمام وفاق سطيف، هدفين وصبح الفريق تلقى 4 أهداف. اليوم أكيد الفريق عنده مدة ما سجلش 4 أهداف. هذه الآن عقلية اللاعبين تغيرت، أنه رغم تلقيه الأهداف تمكن أنه يعاود أو حاول باش يرجع بالنتيجة، ولكن من ناحية بسيكولوجية أنا متأكد أنها تفيد المدرب وتفيد اللاعب. طبعا يزيد بالكوت في انتظار تجهيز الحالة التحكيمية لهذه المباراة. قراءة سريعة أو حاضرة مباشرة. إبرير الحكم إبرير كشيداش اللالي، لا ضرب الجزاء لازم الحكام يعرفوا باللي هدف يسجل بعد ضرب الجزاء نحتسب الهدف ولا نحتسب ضرب الجزاء، لأن لنفس الفريق نزيدوا نافونتاجيو لاتاكو نعطوه الهدف. خلوا الصور تمشي مادام أنه زمن هنا خليها. شوف هنا يا شوف وراها، شوف أمام المرمى، شوف هاولي كرة هاي قاسها بيده بصح دخلت. خليها تشوف هو اللحظة هذه دخلت الكرة احتسب الهدف، ما كان لا تحسب ضربة جزاء. هو كي احتسب ضربة جزاء ضيعوها، خاصة انه ضربة جزاء ضيعت. لا بعد دائما بعد بعد ضربة جزاء ويكون هدف نحتسب الهدف ولا نحتسب ضربة الجزاء. أيوه. يعني هذه الحكام لازم يديروها ولازم يتريدوا ثواني او ثانية، خاصة لما تكون داخل منطقة العمليات. يجب أن تكون لدينا ساعات وساعات لنتحدث عن التحكيم. نعم. ولنعيد كل شيء في هذه البطولة بداية من التحكيم، خاصة أنه ربما الشيء الذي يحسب حاليا هو أنه فيه تجديد، فيه شباب جدد بحاجة إلى التعطير أيضا، هذا هو الأمر المهم. لا بد من التعطير، عندك 5 ثواني للإجابة. لا بد من التعطير، لا بد من السيمينار، لا بد الحكم يكون أونتوري، الحكم يكون عنده المعلومة، عنده كل شيء، احتكاك مع التجارب، مع الخبرة، لازم كل شيء هذه الأمور يكونوا حاضرين. طبعا في انتظار تجهيز النتائج الكاملة والترتيب سنتوقف عندها ربما
بعض المباريات أولمبية المدية، انهزم أمام فريق شباب قسنطينة ثامن في الترتيب. شباب قسنطينة كان بإمكانه أفضل مما كان لحد كان الساعة. كان كنا ننتظر أكثر، خاصة اشتفاق الأخيرة بالنسبة لشباب قسنطينة، ولو أنه ضيع مبارتين خلاته أنه نوعا ما يفقد بعض النقاط. أولمبية المدية البداية اللي كان يعني كان في المرتبة الثانية طيلة المرحلة الأولى، الآن ضمن المكانة تاعو غياب بعض اللاعبين خلاته في هذا الوضع. نصر حسين دائما مع سريع غريزان، التعادل السلبي لا يخدم أي فريق. نصر حسين دائما أكثر منه بدايته اللي ما كانتش موفقة، بالنسبة للنتائج ما كانتش تمشي معاه، الآن تضييعه لنقاطه في الجولات الأولى الآن الفريق راح يحصلها. وداد تلمسان فاز على أرضية ميدانه بهدفين لهدف أمام عين النيل. وداد تلمسان نقول أنه فيه جولتين اللي راح تحسم أمور هذا الفريق، بدايته في المباراة المتأخرة أمام شبيبة القبائل، ومباراة أخرى لما يستقبل على أرضية ميدانه لازم يفوز بها باش هكذا يكون يعني في أريحية أو يضمن البقاء. شبيبة سكيكدا يصل للانهزام رقم 26 منذ بداية البطولة أمام فريق اتحاد بالعباس بثلاثية كاملة وبملعب سكيكدا. ما هيش يعني مليون شباب سكيكدا، يعني منذ الجولة الأولى ظهرت معالم هذا الفريق أنه ما راحش يقدر يقاوم، ولكن ما كناش ننتظروا هذا السيناريو، ما كناش أنه الفريق ما يلحقش حتى 20 نقطة، ولهذا المشاكل اللي مر بها يعني الصراعات اللي كانت بين في بداية الموسم بين المسيرين أو المشاكل المالية هي اللي خلت الفريق يلحق لهذا وفي نفس الوقت بالنسبة لاتحاد بالعباس يعني راهي نقطة أو نقاط أخرى، ولكن هذا غير فوز كافي. فوز الثامن لاتحاد بالعباس غير كافي، لأنه مباراة قادمة أمام سريع غريزان اتحاد بالعباس مرغوم عليه أنه يفوز بالمباريات المتبقية وينتظر نتائج الفرق الأخرى. طبعا إذا كانت النتائج حاضرة نذهب مباشرة إلى النتائج ثم نعود. طبعا كان ترتيب الجولة الأخيرة والبطولة توشك على نهايتها مثل ما يوشك ثمن البرنامج على النهاية. كريم سبعي بالنسبة لفريق شباب الوزداد اليوم بعد هذا المشوار أصبح يؤمن أكثر فأكثر بتتويج بالبطولة، شفنا حتى اللاعبين بأغاني شامبيوني شامبيوني كيف يمكن تسيرهم مادام أنك تركز على الجانب النفسي في هذه الفترة. صحيح ما تقدرش تمنحهم أنهم يحسوا باقتراب من اللقب، فارق 7 نقاط مريح اوكي، ما لازم يعرفوا اللي راهو لازم احنا نحميو رواحنا من مفاجآت غير ساره، يعني احنا لازم نكونوا رجينا على الارض وما نعطيوش فرصه لاي منافس انه باش يخرجهم من الحلم اللي بداو يحلموا فيه. هذه هي رسالتنا مع اللاعبين، باقي عندنا 4 مباريات نحاولوا نحسموا من المباريات الاولى باش نبداو مرتاحين وما تنظروا باللقب اللي يستاهلوه اللاعبين. اصعب مباراه لعبتوها لحد الساعه؟ أصعب مباراة اللي كانت تكتيكيا هي مباراتنا في سيف، خاطر كانت المباريات الكل تمشي بتفكير أنك تحاول تلقى معناتها نفس هجومي كبير باش تاخذ النقاط. المباراة هذيك كانت تكتيكية بحتة، سواء من جانب نحن ولا من جانب فريق سيف، كانت مباراة تقريبا مسدودة في نص الملعب، يعني كانت تكتيكية بحتة، ذاك علاش ما وصلناش فيها كثير المرمى المنافس. هذيك اللي كانت أصعب مباراة، ما خلقناش فيها أكثر فرص من المباريات الأخرى. رأيك بصراحة في المدرب الكوكي التونسي مدرب فريق وفاق سطيف؟ مدرب محنك، مدرب نجح في وين تعدى نجح، وشو نقول لك أحلى تون معناتها نتنافسوا على اللقب عندنا، ما يمنعش انه مدرب قدير مدرب محنك ونتمنى له النجاح وربي يوفقه. طيب رسالتك في 10 ثواني بالنسبه لانصار فريق شباب الوزداد؟ لازم يعرفوا اللي الفريق قاعد يقوم معناتها كلاعبين كاداره كطاقم فني كطاقم طبي قاعدين نقوموا باكثر ما عندنا باش نحاولوا نرضيوا جماهيرنا ونحاولوا معناتها نفرحوهم معناتها بالبطوله الثامنه والثانيه معناتها على التوالي. ما نش باش ندخلوا بحتى شيء بحتى قطعة طرق كما يقولوا، باش نحاولوا نوصل الهدف نتاعنا اللي هو ان شاء الله احراز اللقب. طيب طارق قول
بالنسبة إلى مباراة الجولة القادمة، مولودية أو فريق نجم مقرى يستقبل فريق أهلي برج بوريليج، مباراة أخرى نجم مقرى يستقبل فريق وداد تلمسان، مباراة سقوط بالنسبة لمباراة جمعية عين مليلة مع فريق أولمبي أشرف، ومباراة أيضا صعبة بالنسبة للنصر حسين داي مع شباب قسنطينة، وآخر مباراة هي مباراة اتحاد بن عباس مع الارسية. سريع غليزان، بالنسبة لك أصعب مباراة هي في جولة فيها أربع مباريات راهي مباشرة، يعني فيه فرق تستحق ثلاث نقاط، لأنه حتى التعادل بين هاد في المباريات ما يساعدش الفريقين اثنين، ولهذا مؤسف أنه لحقنا أنه في جولة من الجولات نسحقوا غير أربع مباريات اللي نقدروا يعني نحطوا العين عليهم، والمباريات الأخرى كما قلنا في بداية الحصة أنه الفرق خلاص يعني خدت العطلة تاعها طبعا بين قوسين. طبعا طرغول شكرا لك، أتمنى أن نلتقي أنا شخصيا بعد العطلة إن شاء الله. شكرا لك على الإثراء. شكرا دائما لك محمد. شكرا لك كريم سباعي. شكرا على الاستضافة أخوي محمد، وإن شاء الله عطلة سعيدة إن شاء الله بإذن الله تعالى. طبعا نتمنى أن نلتقي في أجمل اللحظات بإذن الله، على الأقل بعد نهاية وباء كورونا، في أجمل الأفراح بالنسبة لنا كجزائريين ولكم كأشقاء من تونس، ولك ما نقولوش في بيتك لأنك في النهاية جزائري تونسي. شكرا لك أيضا زكريني. شكرا محمد، شكرا تارق، شكرا المدرب التونسي. أنا أطلب حاجة من كل اللاعبين من كل الرياضيين، التلقيح ووضع الكمامة، لأن رانا في وضع خطير، ووضع يعني لابد علينا أن نتخذ كل الاحتياطات، لابد على اللاعبين الحكم كل الرياضيين يروحوا يديروا التلقيح، والكمامة ما لازمش ننساوها لأن الوضع راه شوية خطير. نعود إليك طارق قبل الختام. والله أنا الشفاء العاجل للوالد تاعي ربي شافيه، صاب وباء كورونا ليه وكل يعني المسلمين. طبعا شفاء بإذن الله للوالد إن شاء الله الكريم، لكل الأشقاء، لكل التقنيين، لكل المصابين أيضا بكورونا. في النهاية عيش حياتك كما هي، كن صادقا ولا تحسبها دقائق فقط، فالحياة تمنحك اليوم ما تسلبك غدا، لذا تعلم من المرضى صبرهم ومن الأطباء نبلهم، ولا تنسى فهي دقائق فقط، وقد تكون شوطا آخر ونهاية ستكون بأهداف الجولة، لتستمر الحياة وليستمر التحدي أمام كورونا، فقط باتباع الإجراءات الصحية، بالتباعد الجسدي، فقط تم تقارب القلب يجب أن يكون. شكرا لك يزيد بالكوت، شكرا لطارق بوفليح ولزكريا الحبشي ولجميع من ساهم في إعداد هذا البرامج، وبإذن الله سنلتقي إن أراد الله. سلام عليكم.